السلام عليكم وأسعد الله مساكم. لن تصدق ما فعله شاب من ولاية معسكر وجعل المواطنين يقبضون عليه ويقدمونه للمصالح الأمنية. وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. نشرت العديد من الصفحات الناشطة على الفيسبوك مؤخرا فيديو لمواطنين وهم يحكمون قبضتهم على شاب في مدينة المحمدية بولاية معسكر. هذا الشاب اللص قام بوضع سلم ودخل لمنزل جيرانه وأراد سرقة، ولكن تم تفطن لأمره وتم القبض عليه. ودعا ناشط من السلطات الأمنية والوصية ووزارة العدل إلى ضرورة تجديد العقوبات على هؤلاء اللصوص والمجرمين ليكونوا عبرة للغير.